السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء وهذا. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنوجد واحد طبق زوين، مكرونه في الفران، مقادير سهله وفي بسيطه. غادي نحتاجو كفته على حسب افراد العائله، شطريفات ديال الخيزو مقطعين صغار، البصله والكرافس، جبانه، بزار وملحه، مطيشه مطحونه عاديه، ومطيشه القرعه ولا تلحق كلها. غادي نبداو على بركه الله. نديرو زبيده العود، الخيزو والبصله والكرافس اللي مقطعين طريفات صغار، نشحروهم الماء والكفته. حتى خاص تفرسس مزيان حتى تولي قهويه، عاد نزيد مطيشه ندير جوج دريسات ديال الثومه خاص تبقى تتشحر حتى يولي لونها قوي، عاد نزيد مطيشه. ندير مطيشه نزيد مطيشة القرعة، ندير بصيرة مليحة على حسب الذوق. نزيد جلبانة، الجلبانه كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. ندير ورقات ديال الحبق، ندير شويه الماء باش نحيد الطماطيشه اللي بقات. غادي نخلي هاد الصلصه تطيب على خاطرها عافيه مهيله مده تقريبا ساعه الا ربع حتى لساعه باش ما طابت علمها لك تجي بنينه. دابا درت هذا لي بات، درت هادو شويه تيهزو الطياب،
طبيعة الحال على حسب أفراد العائلة. درت مليحة في الماء صافي باش تسلق الماء. قطع الفرماج مربعات صغار، فرماج اي فرماج درتو الحمر ولا لي ولا هذاك ديال بانيني تاهو تيجي. سقطرت هنايا لي بات، ما خليتهمش يطيبوا 100%، بقاو شويه حيت غادي نديرهم في الفران طيب باش يزيدو يكملو مع لاصوص باش يشربوها. دابا درت ديك لاصوص النص ديالها، كتر من النص، كنخلطو ب كنخلطو هاكا، نزيد واحد شوية غادي ندير شويه ديال لاصوص صلصه في القاع ديال الطاوه الى دخل الفران. ندير التفرشه الاولى، دابا ندير الفرماج. هاد الوصفه تقدر دير اي نوع ديال المعجنات، بان ولا اي نوع، ما يكونش كبير بزاف باش يجي ساهل. نزيد ندير لها صلصة من الفوق، ندير دابا موتزاريلا. ندخلها الفران مدة ثلث ساعة 180 درجة. نزينها بأوراق ديال الحبق، هيا وجداد دابا كتجي رائعة ولذيذة بزاف. يلا لعجباتكم خليو ليا لايك، بالنسبة للناس الجداد ديرو لي ابوني و
ان كومونتير. الا بغيتو شي وصفه قولي نديرها نديرها ان شاء الله. ومرحبا بكم وشكرا بزاف. والى الوصفه الماجيه ان شاء الله. هاد الاكله ديال البرد ديال هاد الوقت صراحه كدفي.